إذا بغينا نتكلموا على الجرعة الثالثة في كوفيد كلقاح، من ناحية الطبية، من ناحية العلمية، من ناحية الوبائية، من ناحية المناعية والتجارب ديال الدول الأخرى، كاين عدة معطيات في الموضوع. بالنسبة للسؤال الأول هو علاش خص جرعة ثالثة؟ كاين السبب الأول هو أنه من ناحية الطبية كنعرفوا على أنه الناس اللي عندهم السن كبير، اللي عندهم أمراض مزمنة، هاد الناس مع الأسف مع تلقيحات من كيتلقحوا ما كيكونش عندهم استجابة كاملة مع اللقاحات كيف ما كان النوع ديالها، سواء كوفيد سواء ديال الانفلونزا الموسميه مثلا، ما كتكونش عندهم استجابه كامله مع اللقاحات، كتكون ناقصه شويه الى قارناها مع الاستجابه ديال الناس الشباب او الناس اللي ما عندهم شيء الامراض المزمنه، حيت كنعرفوا باللي السن الكبير والامراض المزمنه كتاثر كتنقص شويه المناعه ديال الانسان. الحاجه الثانيه ظهور ديال المتحورات في هاد ديال كوفيد وبالخصوص الدلتا كينقص من الفعاليه ديال اللقاحات، اذا كل ما كيظهر واحد الطفره جديده ومتحور جديد كتزيد تنقص الفعاليه ديال اللقاحات. كذلك الدراسات بينات على انهم بعد 6 شهور من الانسان كياخذ اللقاح كتبدا المضادات الاجسام كتنقص شويه بشويه، هذا ما كيعنيش بان المناعه هي كتنقص تماما او هي الوحيده اللي كتدافع الجسم هي المضادات الاجسام لي زونتيكور، راه الجسم ديالنا كيدافع عن طريق لي زونتيكور وكيدافع عن طريق واحد المناعه الخلويه اللي مينيتا سيلولار حتى هي اللي عندها دور. النقطه الرابعه هو انه لاحظنا بانه الحمد لله الناس اللي عندهم لقاحات ضد كوفيد ملي كيدول بحال في الولايات المتحده الامريكيه في بريطانيا الاسبوع الفارط عطات الارقام ديالها، من نهار اللي بدا اللقاح لدابا في كل 100 انسان اللي كيتوفى بكوفيد 99.5% غير ملقح و 0.5% فقط لملقحين تلقيح كامل. وملي كنشوفوا في هذاك 0.5% شكون هما الناس اللي ملقحين تلقيح كامل وكيتوفوا، كنلقاو بالناس المسنين واللي عندهم امراض مزمنه او اللي عندهم السمنه. اذا هذه اسباب هي اللي خلت انه كيخص تعطى واحد الجرعه ثالثه لواحد الفئه معينه باش يمكن تحمى حمايه اكثر قوه وتكون عندها اكثر دفاع الجسم ديالها ضد الفيروس. فشكون هما الناس اللي كتستهدفهم الجرعة الثالثة من ناحية الطبية من ناحية العلمية وفي الدول اللي سبقتنا؟ الجرعة الثالثة خصصت للناس اللي هاد الفئات اللي هي عندها عوامل ديال الاختطار، الناس اللي عندها 65 سنة فما فوق، الناس اللي عندها الأمراض المزمنة، وكاين الدول اللي دخلات في هاد الفئة ديال الناس اللي غياخذوا الجرعه الثالثه الناس اللي عندهم الخطر ديال الاصابه بالفيروس اللي كيتعاملوا يوميا مع الفيروس، وبحال مهنيين صحيين، اطباء، مهنيين صحيين، الناس اللي نساء رجال التعليم، الناس اللي كيشتغلوا في السجون مثلا، اللي هما كيكونوا معرضين للاصابه بالفيروس بشكل اكبر. عموما راه الناس اللي عندهم 65 سنه فما فوق والناس اللي عندهم الامراض المزمنه او اللي عندهم السمنه، هما عندهم سرطان، عندهم سكر، عندهم طونسيون، عندهم امراض اخرى. الجرعه الثالثه كيخصها تعطى على الاقل 6 شهور من بعد الجرعه الثانيه، بمعنى الانسان كياخذ الجرعه الاولى ديالو كياخذ الجرعه الثانيه ديالو، والجرعه الثالثه كياخذها 6 شهور على الاقل من بعد الجرعه الثانيه. بالنسبه للاعراض الجانبيه، الدراسه أخيرة إلا تنشرت هذه أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية بينات بأنه بالنسبة للأثار الجانبية ديال الجرعة الثالثة هي بسيطة ولا تختلف عن الأثار الجانبية اللي كيحس بها الإنسان من بعد الجرعة الثانية. الألم في المكان ديال الحقنة، شوية الحرق ديال الرأس مثلا، بعض السخانة في بعض الأحيان، المسائل اللي هي الاعتيادية ديال اللقاحات. واش ممكن الجرعة الثالثة تكون مختلفة على الجرعات الأخرى؟ هنا كاين دراسات وكاين تجارب ديال الدول. أولا لا بالنسبة للجرعات الأولى والثانية كانت دراسات منذ عدة أشهر اللي بينات على أنه من الممكن أنه الإنسان يكون في البرامج ديال التلقيح كيمكن يكون تخلط الميكساج بين اللقاحات، يعني الإنسان ياخذ لقاح من نوع ويكمل بنوع آخر. هناك الدول اللي كديرها، هناك دراسات اللي دارت، مثلا كاين دراسة اللي دارت على أسترازينيكا وفايزر، الناس اللي خداو أسترازينيكا بحال الأولى والثانية
والناس اللي خداو بعد منهم قرناهم مع تقارنوا مع الناس اللي عندهم أسترازينيكا وفايزر، تبين بأن الناس اللي داروا اختلاط ديال اللقاحات عندهم المناعة أقوى، عندهم الإنتاج ديال مضادات الأجسام في الجسم ديالهم 6 مرات أكثر. كاين عدة طرق دابا ديال يعني الخلط ديال اللقاحات. عموما هادشي كيرجع للدول هي اللي كتقرر واش دير الجرعة الثالثة من نفس النوع ديال الجرعة الأولى والثانية أو لا تكون مختلفة عليها باش تعطيها ما تنفع عليها أكثر. وهادشي كيتعلق طبعا بالنسبة للدول، حتى بالنسبة للوجيستيك، بالنسبة للمخزون ديال اللقاحات شنو متوفر. هذه كلها عوامل. الأساسي هو أنه اليوم أكثر فأكثر الدول كتتجه نحو الخلط ديال اللقاحات، وهذا الشيء راه باقي فيه دراسات كذلك اللي جاري بها جارية واللي غتعطي نتائج ديالها أكثر وأكثر.